أنت قمت بميثاق بينك وبين شريك لك أو بينك وبين تاجر على أن تنهي هذا العمل بفترة معينة واعتمد على الله ثم عليك. بعد فترة إجاك واحد أعطاك سعر أعلى، مش بتروح بتحلق له، لا، أنت في ميثاق بينك وبينه. لو كان الميثاق حتى منه مكتوب أخذ منك كلمة ما بترجع فيها، خلص الرجال بيربط من لسانه. أعطيت كلمة بدك تكون قدها، بدك تفي بالوعد، وخاصة لما تعلق بك الآمال. شخص أجل سفره عشانك، شخص ما قدم على فرصة عمل لا هون ولا هون ولا هون عشان أنت واعده أنك تشغله عندك، آخر شيء أنت تخلف فيه. شخص أنت قلت له أن أنت حتلزمه بشغل وراح لربما دين ليجيب معدات، أو اعتمد على هذا الأمر، الأمر دين من فلان وفلان وفلان، وحيعتمد على آخر الشهر أنك حتقبضه، آخر شيء ما قبضته. ميثاقك أنت آخر الشهر تقبض فلان وعندك وقادر بس حاطط مالك بالبنك، أو عبت آجر بالناس تأجر عليهم شهر واثنين وثلاثة وأربعة، هون ولا ينقضون الميثاق.